في عناوين النشرة: تفجيران انتحاريان في مقهى في جبل محسن في طرابلس يوقعان عشرات الشهداء والجرحى. جبهة النصرة تتبنى الانتحاريين طه خيال وبلال إبراهيم، وعائلة طه الخيال تتبرأ منه. نحن ضد أي إنسان بينزل بهالطريقة. رفعت عيد للجديد في توقيت مجبور جدا. مساء الخير. لم نكد نحصي الإرهاب على الأراضي الفرنسية وبصماته حتى أصبنا بمثله، وأطل الإرهاب مجدداً على لبنان، فضرب جبل محسن بانفجارين دمويين أوقعا 9 شهداء، إضافة إلى أكثر من 37 جريحاً. وبحسب المعلومات فإن هناك انتحاريين تمكن أحدهما من تفجير نفسه في مقهى عمران، والآخر فجر نفسه خارج المقهى. ولاحقاً قال قيادي في النصرة لوكالة الأناضول إن منفذي العملية هما طرابلسيان طه خيال وبلال إبراهيم، وقد تم تدريبهما في القلمون في سوريا. رأس الانتحاري شوهد على أرض الجريمة، وقد كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الأدلة الجنائية والشرطة العسكرية بالكشف على الرأس وإجراء فحص الحمض النووي. وسيعقد مجلس الأمن الفرعي اجتماعا له في طرابلس صباح غد لمتابعة التطورات الأمنية في المدينة بعد جريمة جبل محسن. وسوف نكون إذن مع الزميلة رشال كرم مباشرة من جبل محسن فور جهوزها. إذن أعلنت جبهة النصرة عبر تويتر تبني التفجيرين الانتحاريين اللذين هزا مقهى في جبل محسن بطرابلس مساء اليوم. ولفتت النصرة في تغريدة عبر حساب مراسل القلمون إلى أنه تم استهداف مقهى للحزب الوطني الديمقراطي النصيري بعملية استشهادية مزدوجة ثأراً لأهل السنة في سوريا بحسب قولها. وقال قيادي في النصرة إن الانتحاريين هما طه خيال وبلال إبراهيم، وتم تدريبهما في القلمون السورية وإرسالهما إلى طرابلس لتنفيذ العملية. ومعنا مباشرة من جبل محسن الزميلة رشال كرم. رشال، من جديد مساء الخير، ضعينا في تفاصيل هذا المساء وهذا الليل المأساوي الطويل في جبل محسن، تفضلي، الهواء لك. جورج، كما بات معلوما التفجير الانتحاري الذي وقع في جبل محسن قرابة الساعة 7:30 أدى إلى استشهاد 9 أشخاص وأكثر من 30 جريحا. سوف نتحدث مع الطبيب في مستشفى سيدة صغرتا ليطلعنا أكثر على تفاصيل، ولكن في ما شاهدناه بأن الطرقات طبعا هي فارغة، ليس هناك وجود لأي أشخاص من جبل محسن أو من السيارات. طبعا الجيش اللبناني يضرب طوقا كبيرا حول مكان الحادث، حوالي هذا المقهى، وأيضا في الشوارع المحيطة في جبل محسن. عدا عن ذلك، الأشخاص أو حتى الصليب الأحمر قبل أن نتوجه إلى مستشفى السيدة منذ تقريبا 10 دقائق كان لا يزال المستشفى كانت لا تزال سيارات الإسعاف تسارع إلى مكان الحادث لانتشال بعض الإصابات أو بعض أشلاء، لا ندري حتى الساعة ما هي أسبابها. قبل أن ننتقل إلى مواضيع أخرى نتحدث مع الدكتور فادي. دكتور، شو صار؟ يعني هلأ كم جريح صار في عنا هون؟ كم جريح؟ نحن من الساعة 7:30 بلشت تتوفد سيارات الإسعاف، وكثير مرضى أجوا هن بسياراتهم الخاصة، ما نطر سيارات الإسعاف تيوصلوا. الحصيلة النهائية للساعة 11 في عنا 24 إصابة بين متوسطة وطفيفة، في عنا 7 أشخاص بالعمليات ووضعهم حرج تقريبا، وفي عنا شهيدين بمستشفى صغيرتا، بمستشفى السيدة صغيرتا. عدا عن غير إصابات بغير مستشفيات ما بعرف، ما فيني أقول لك شيء عنها. طيب دكتور، 7 إصابات اللي عم نحكي عنهم وضعهم مش كثير بالعمليات، في إصابة بالرأس، في إصابة بالرئة، وإصابات متعددة بالبطن. حاليا نخضعون لجراحات، في ناس خلصت جراحاتها وبعض الجراحات ماشي بالنسبة للعين أو أعضاء أخرى.
عم نحكي نحن شظايا ولا في بتر لبعض الاعضاء؟ في يمكن في شخص يعوز بتر ايده الشمال، مش عارفين بعد ما خلصت العمليه تنقدر نكون دقيقين اكثر بهالموضوع. اوكي، شكرا لك. جورج، اذا في عوده الى هذا النهار الطويل، انا لا يمكن فعلا ان اسمعك او اذا كنت تتحدث. نعم، ولكن في جوله سريعه على هذا النهار تحدثنا مع العديد من الاشخاص الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذا المقهى، وذكروا لنا بان مقهى ابو عمران هي من اهم او من اعرف من اكثر المقاهي المعروفه في المنطقه، هي والى جانبها ايضا مقهى مجذوب. غالبيه اهالي جبل محسن وخارج جبل محسن ايضا ياتون الى هذه المقهى لكي يتسلوا، تحديدا في مساء هذه الليله. التوقيت 7:30 هو كان مكتظ المقهى إلى حد كبير. ذكروا لنا بأن تقريبا 40 إلى 50 شخص كانوا أصلا يتواجدون. أيضا من شهود العيان جورج قالوا لنا بأنه بداية سمعوا صوت انفجار، توجهوا تحديدا مع من كنا نتحدث كان يتواجد في مقهى عمران، قال لنا بأنه سمعوا صوت انفجار، خرجوا في المقهى المجاور، خرجوا لكي يتفقدوا ورأوا بعض الجثث والأشياء على الأرض. تقريبا بعد 10 دقائق كان الانفجار الثاني بعدما تجمهر الجميع حول الانفجار الأول، ولذلك هناك 9 شهداء وأكثر من 35 جريح. الجرحى أيضا جورج ليسوا فقط في مستشفى سيدة صغيرتا وأيضا في مستشفى الحكومي في طرابلس، ولكن الأساس أو العدد الكبير منهم يتواجد هنا في هذه المستشفى. كان هناك كلام مسؤول من قبل أهالي جبل محسن، وهذا كان لافت بأنه إذا كان فعلا الانتحاريين هما من منكوبين وهذا ما تبين، فهذا لا يعني أبدا بأن هناك يجب أن يكون قطيعة بين المنكوبين وبين جبل محسن أو بين أي من الشوارع الأخرى المحيطة بجبل محسن. أكدوا على ضرورة التعايش، وأكدوا بأن من نفذ هذين الانفجارين لا يمتان بصلة بأي من عادات هذه المنطقة أو من تقاليد هذه المنطقة. أيضا بالحديث كنا مع المختار صالح المعروف في جبل محسن، ذكر لنا بأن كان هناك إشادة أو شكر أهالي طرابلس ومن ردة فعلهم، لأنه عادة عندما كان يحصل أي تفجير في الضاحية أو في البقاع كنا نشهد بعض المفرقعات النارية أو أيضا بعض توزيع الحلوى، ولكن هذا ما لم يحدث في هذا الانفجار لأن هناك نوع من ترابط. هذا أيضا لاحظناه بالنسبة إلى الأهالي الذين أصروا على أن يكون هناك تهدئة للنفوس وتهدئة لكل ما أو أي استفزاز آخر، لأنه جاج بعد كل انفجار غالبا ما يكون هناك بعض الإشاعات تتحدث عن سيارة مشبوهة أو عن إلقاء قنابل. هذا أيضا ما سمعناه من بعد هذا الانفجار، وذكرت بعض المواقع بأن هناك سيارة مفخخة في منطقة التبانة وأن الجيش يطوقها. كل هذه الأخبار كانت عارية عن الصحة لأن الأمور فعلا ضبطت، لم يكن هناك أي ردة فعل من كلا الطرفين لأن المعركة نعم ليست بين الجبل وباب التبانة كما عهدناها. إضافة إلى هذا الموضوع، هذا الموضوع جورج، على الصعيد وزارة الصحة طبعا فتحت كل المستشفيات للجرحى لكي يتمكنوا من الوصول بشكل مجاني أن يكون هناك طبابتهم. أيضا بالنسبة إلى محافظ الشمال كان قد طلب أن يكون هناك منع تجول في منطقة جبل محسن حتى الساعة 7 من صباح الغد. يعني هذه هي الجولة. الصليب الأحمر طبعا كان قد طلب أيضا أن يكون هناك تبرع للدماء بالنسبة إلى الجرحى. من الملاحظ أو قد يسأل بعض لماذا لم نتمكن حتى الآن من مشاهدة أي من الجرحى أو أن نقابلهم، ذلك لأن الجيش اللبناني والقوى الأمنية تكون حريصة على هذا الموضوع وتمنع وسائل الإعلام من التحدث مع الجرحى حفاظا أو تهدئة لكل هذه الأمور. على ما يبدو أن أحدهم أيضا يريد أن يتحدث معنا، تفضل إلي أنه كنت حكيتنا قبل تحت الهواء. شو كنت أول شيء بعرف عن حالي، أنا الدكتور محمد شمسين، عضو مجلس بلدية طرابلس. أول شيء بنأسف على اللي استشهدوا، واللي بندعي للجرحى إن شاء الله بيشفوا، ومنقول هيدا نحن جزء من لبنان، يعني مثلنا مثل أي منطقة تانية معرضين. بس أنا بتمنى ردة الفعل تكون رائعة، ونحن إن شاء الله بتكون رائعة. يعني نحن لاحظنا إنه ما صار في أي كثير رائعة، ما بنتمنى ما حدا يأجج. يعني اليوم لا يقولوا لا منكوبين ولا من غير، يعني اليوم أول شيء المجرم ما له دين وما له منطقة وما بينتمي للإنسانية أصلا. بقى أنا أتمنى إنه قد ما فينا نهدي الموضوع، وإن شاء الله تكون آخر المصايب وتكون الحل هيدا بلبنان هيدا من وراء هيدي المصيبة الأخيرة إن شاء الله.
طيب دكتور، حضرتك عملت جولة على الجرحى تحت، كيف فيك تنقلنا صورة ترى نحن مش هنقدر ننزل تحت؟ هلا هو بشكل عام يعني كانت العدد كان كتير كبير، وكان يمكن أكثر من استيعاب المستشفى، بس الحمد لله الإدارة والكل الأكيب اللي كان عم يشتغل الحمد لله قدروا استوعبوا كل الموضوع ومش الحال، يعني الحمد لله باللي قدرنا عليه، يعني هذا أقل شيء بيقدروا يعملوه. يعني شكرا لك. شكرا لك. يعني جورج، هذه هي كانت جولة على كل ما حدث من الساعة 7:30 وحتى الآن، من عدد الشهداء 9 وعدد الجرحى 35 إلى حال المستشفيات التي تحدثنا عنها، حال الطرقات، معنويات المواطنين في جبل محسن، وبالضبط ماذا جرى في المقهى. هذه كانت جولة يعني سريعة إلى حد ما لكي نوصل. شكرا لك رشال كرم، إذا كنت معنا مباشرة من مستشفى السيدي في زغرتا. عفواً، عائلة الانتحاري طه خيال استنكرت التفجير الذي حصل في جبل محسن، وأكدت أنها تتبرأ من طه. وقد سلم سمير خيال والد طه، وهو أحد منفذي العمليتين الانتحاريتين، سلم نفسه لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. أنا إذا بشوفه ما بعرفه صراحة بالطريق، بس هلا وقت الإعلام حطوا على هيدا وإجاني تليفونات من أصحابي ومن هيدا، نحن بنستنكر كتير، وأنا حكيت مع مامتي ومع بقية العيلة، ونحن اخواننا بجبل محسن واخواننا بطرابلس، نحن بنستنكر كل هالشيء وما بنريد اي ضرر لاي حدا. نعم، بس نحن حبينا نعبر عن راينا. نعم، اذا انتم براء من كل عمل له علاقه بهذا الامر، وبراء من طه الذي قام بتفجير نفسه كانتحاري في جبل محسن. نحن ضد اي انسان بينزل بهالطريقه، واي انسان بيتعاطى مع مدنيين ابرياء ما دخلون، نحن تحت القانون، نحن تحت الجيش اللبناني. راى الامين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد ان توقيت الانفجار الذي استهدف مقهى عمران في منطقه جبل محسن مشبوه، لا سيما بعد صدور مذكره توقيف جديده بحق علي عيد. وقال عيد في اتصال للجديد: لقاء المستقبل وحزب الله لا يحل الامور التي وصلنا اليها، ونحن دائما كنا في عين العاصفه. الله يسامح اللي كان السبب. نعم، وانا ما بدي زيد وما بدي يعني اقول شغلات لسه ما كشفت الامور بكل التفاصيل. يعني شو هي الامور يلي بعد ما انكشفت؟ شو في كثير امور؟ شو المقصود جورج؟ يعني انا بدي اقول لك شيء، معلش يعني لو ما وقته هلا، بس يعني كان في توقيت مشبوه جدا، انه خصوصا اليوم تم قطع مذكره جديده بامر سياسي، ما بدي افوت باسماء مشان ما كبر القصه. فاجت اول هديه لمصاصين دماء، هي اول هديه كانت الصباح لهالمصاصين دماء، هي قطع مذكره توقيف حق الاستاذ علي، وثاني هديه هي موضوع الانفجارين. بدي اترك الموضوع عند الاجهزه الامنيه، اكيد بحب اقول لكل اهلنا في جبل محسن الجيش الجيش الجيش. وزير الصحة وائل أبو فعور طلب إلى المستشفيات في الشمال استقبال الجثامين والجرحى على نفقة الوزارة، وهو أوعز إلى المعنيين بضرورة نقل الحالات الطارئة والتي تحتاج إلى رعاية طبية فائقة إلى مراكز أخرى. يعني التوقيت، لا أريد أن أتسطرت كثيرا في الاستنتاج بأنه ربما يكون على خلفية الانفراج الداخلي الذي حصل في مباشرة الحوار بين طيار المستقبل وبين حزب الله، لا أريد أن أستطرد، ولكن أقول لبنان لا زال في عين العاصفة، لبنان لا زال في عين المخاطر الأمنية، ولبنان لا زال مستهدف، والأمر لم ينتهي. إذا كانت الأمور قد سكنت وهدأت لفترة معينة، فلا هذا لا يعني أن لبنان قد تفادى هذه الفترة الصعبة. 50 جراما هي الزيادة الموعود بها اللبنانيون على ربطة خبزهم صباح الاثنين المقبل، زيادة لن تسد رمق الجياع منهم، وهي على قلتها مهددة بالتراجع عنها. تحقيق خاص للزميلة دارين دعبوس. انطلاقا من صلاتنا الربية
أعطنا خبزنا كفاف يومنا، قررت وزارة الاقتصاد ونقابة الأفران مجتمعتين أن تسخيا على اللبنانيين بخمسين جراماً زيادة على وزن ربطة الخبز، بحيث يرتفع وزنها من 900 جرام إلى 950، على هذه الزيادة البسيطة التي لن تتعدى ربع أوقية والتي لن تزيد على لقمة أو لقمتين إضافيتين تشبع العائلات وتسد جوع أطفالها. لانه شو عم يضحك علي يعني بنصوية؟ شو بتعمل النصوية؟ بالنسبة لنزلت تانك المزود 20 10,000 كله عم بيرخص، حرام لازم ترخص كمان ربطة الخبز. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة منيحة معهم يبلشوا. انخفضت أسعار النفط عالمياً وهبطت معها أسعار المحروقات والمواد الغذائية، لا سيما المواد الأساسية التي تدخل في صناعة الرغيف وعلى رأسها السكر الذي انخفض سعر الطن منه من 800 دولار إلى أقل من 500 دولار، وسعر صفيحة المازوت من 33 ألف ليرة إلى نحو 15 ألفا. نحن طلع الحساب معنا 47 جرام لازم نزيد، الوزارة طلع معها 49 جرام، اعتمدنا الخمسين جرام لأنه مش رح نلعب على الجرامات بالخبز. شو يعني خمسين جرام بس وكل الأسعار البقية القمح الطحين السكر كلها انخفضت؟ لا 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 ما في شيء انخفض، يعني هلا إذا بدنا نحكي ونتجنى، لا أنا كنت بقول لا إنه ولا فرضوا علينا خمسين جرام بس ما بيطلع لهم، لا بيطلع لهم بس خمسين جرام وجرام ما بيطلع لهم بالنسبة للأسعار اللي انخفضت عنا. المواد اللي بتدخل بصناعة الرغيف ما انخفض عنا غير هدول، بل بالعكس في بعض اشياء ارتفع اسعارها. مثل شو ارتفع اسعارها؟ الخميري مثلا ارتفعت اسعارها، النايلون رغم نزل المحروقات بعد النايلون مثل ما هو صباح التنين بكل لبنان 950 جرام ب 1500 ليرة والكل بيلتزم. وأمام زيادة الخمسين جراماً يبدو رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران قاضم إبراهيم ممتعضاً من القرارات البوفعورية التي يرى أنها غير قابلة للتطبيق وتزيد الأعباء على أصحاب الأفران. وعطينا الناس حق، ولكن نحن إلنا حق عند الدولة عند الحكومة بالنسبة للأشياء اللي طرقت علينا، ولكن في قضايا عم يطلبها ما فينا مش ما بدنا ننفذها، ما فينا ننفذ له اياها، مثلا انه العامل لازم يكون لابس كفوف، كيف بده يشتغل يلبس كفوف ويشتغل بالعجين؟ هذه نحن لا يمكن فينا نطبقها. الطحين لازم يكون خارج الفرن، وين بنحط الطحين؟ لازم تكون البطاقة الصحية موجودة سنويا، هلا عم يعملها 3 أشهر، بتعرف شو كلفتها هاي 3 أشهر؟ لما يطبق علينا شيء نحن ما قادرين نعمله من إلا للدولة تفضل هي مفاتيح أفراننا وشرفوا أن تستلموا الأفران، هيدا آخر الدواء الكي. ويرى متابعون أن لبنان الذي يستورد ما يقارب 400 ألف طن سنويا من القمح من البحر الأسود، سعر ربطة الخبز فيه مهدد بالارتفاع من جديد نتيجة ارتفاع أسعار القمح عالمياً بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، في حين أن وزارة الاقتصاد تطمئن إلى أن كميات القمح المتوافرة في أهراءاتنا تكفي لنحو 3 أشهر، ما يعني أن سعر ربطة الخبز سيستقر فترة مماثلة. وإذا قررت وزارة الاقتصاد دعم الطحين فإن سعر الخبز لن يتأثر حتى لو ارتفعت أسعار القمح عالمياً. دارين دعبوس، قناة الجديد. جليد العاصفة زينة يرخي بظلاله على طرقات لبنان ويتلف زرعه ويترافق مع انخفاض حاد في درجات الحرارة. قطعت العاصفة زينة أوصال البقاع من طرق رئيسة وفرعية، وعملت البلديات على إعادة فتحها، وانقطع التيار الكهربائي عن مناطق بعلبك وقراها، وانعزلت القرى شرقي وغربي المدينة، وترافق ذلك وانخفاضا حادا في درجات الحرارة وصل إلى ما دون الصفر. وقد عمدت حملة تراحم الإماراتية إلى توزيع مساعدات على النازحين السوريين في مخيم قيصر في قب الياس في زحلة، شملت ملابس شتوية وأغطية ومادة المزود.
الحدود، وذلك من ضمن مساعداتها للاجئين في البقاع وعكار. وفي سهل عكار أطاح الجليد وانخفاض درجات الحرارة المزروعات في البيوت البلاستيكية، وأدى إلى إتلاف مواسم البندورة والخيار والكوسة وسائر البقوليات، منزلا بالمزارعين خسارة مادية فادحة. وناشد المزارعون وزير الزراعة والهيئة العليا للإغاثة إرسال فريق للكشف عن الأضرار والتعويض عليهم. طالب تعود علينا هالدولة شوي، يعني لك ما في مزارع علم عليه 30-40 مليون ليرة دين لك، هذا هلا كيتو بنرجع ندينه من أول وجديد، فوق ما دينا علينا بهذا اسمه نرجع ندينه. محصودنا كله هالسنة راح، البندورة الباذنجان الخيار الكوسة، ما دل شيء عنا أبدا أبدا أبدا. نطلب من هالدولة اللبنانية الكريمة ومن وزير الزراعة يلتفتوا لنا نحن بعكار، لو إنه بس مرة بهالحياة، لو إنه مرة بهالزمان، لأنه نحن اختربت بيوتنا، نحن كل الأسمدة والكمية بناخذها على الدين. وإضافة إلى الحملة الإماراتية، كانت الحملة السعودية لمساعدة اللاجئين السوريين في عكار، حيث قامت جمعية البر والتنمية الخيرية وضمن برنامج الرحمة الدائم للنازحين بتوزيع حصص غذائية وأغطية ومدافئ على مخيمات النازحين في المنطقة. هذه الخطة التي قمنا بها ونجال استغاثة التي وجهناها بعد الجولة الميدانية التي قمنا فيها على أخوان المنطقين، وخاصة أثار العاصفة واضح جدا على المخيمات والمجمعات. في الشوف استفاق الأهالي على تجمد المياه في القساطل المنزلية، وتكونت طبقة جليد كبيرة على الطرقات تسببت بعرقلة حركة التنقل، وقطع الجليد طرقات بلدات الشوف الأعلى، وعمدت البلديات على فتح الطريق الرئيسة بعدما علق المواطنون في سياراتهم. وفي إقليم الخروب عزل الجليد معظم قرى المنطقة وبلداتها، حيث لم تتمكن السيارات من العبور، فيما اضطر عدد من أبنائها إلى سلوك الطرقات الفرعية القديمة سيرا على الأقدام. صيدا كانت أفضل حالا، إذ استؤنفت حركة الملاحة البحرية في مرفئها لتنهي العطلة القصرية التي استمرت 5 أيام متتالية. ورست أول باخرة في حوض المرفأ وبدأت بإفراغ حمولتها، فيما غادر صيادو الأسماك الميناء في أول رحلة صيد، إلا أن غلتهم لم تكن كما توقعوها، فقسوة العاصفة مزقت شباكهم بعدما علقت بها النفايات والأكياس والأغصان وأوراق الشجر، وناشدوا المعنيين التعويض عليهم. هلا بنطلب من الفعاليات البلد إنه تطلع فينا وتنظر بوضعنا، مين بده يعوض لنا؟ هذا بيجيبوا مثلا تعويض على مين بيوزعون؟ على المضرر وعلى اللي غير مضرر. طب هيدا الشيء ما بيجوز، يعني حرام. انا لا ما مضرر، بس انا بحري عم بحكي ضميري. وقد قدرت الخساره بالاف الدولارات بسبب تلف الشباك. حمله كنزه صوف بتدفيهم في الحمراء. كنزة صوف بتدفيهم، هاشتاغ خلي صوفتك حمراء، عنوان حملة لعدد من شبان وشابات المجتمع المدني الذين دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التبرع للاجئين، وفي الحمراء تجمعوا لتسلم هذه المساعدات. اليوم حرارة 5 وخلصت العاصفة، فكيف كانت قبل خلال التلج، وكيف كانت الناس اللي عايشة بالجرود كيف كانوا عايشين؟ ما في شك حركت هاي الشغلة شيء إنساني بكل واحد فينا، وجمعنا بعضنا وقررنا نعمل هيدا النشاط، لا أول واحد ولا آخر واحد، لا نحن أول ناس عملنا شيء ولا رح نكون آخر ناس، بس حبينا نعمل شيء، حبينا الناس اللي بعد حابة تساعد أكتر تجي وتشارك معنا، وهيدي هي. والحمد لله الحملة كتير ناجحة، والحمد لله الغراض بلش يوصلوا على الضيعة اللي بعتنا لها، في على عكار وصلوا، ولا عم تعبى شبعة وعم تعبى المناطق البعيدة. المواطنون اللبنانيون تهافتوا على تقديم المساعدات إلى النازحين السوريين، الشاحنات امتلأت منذ ساعات الصباح بأكياس ثياب يحتاج إليها كل فقير اليوم على أرض الوطن، لعلها تقيه شر السقيع وشر اللامبالاة الرسمية. باريس لا تزال تحت صدمة يوم أمس، والسياسة تسابق الأمن. على وقع أحداث باريس الدموية استفاقت العاصمة الفرنسية على هدوء حذر، أحداث قتل فيها الشقيقان كواتشي المرتبطان بتنظيم القاعدة اللذان نفذا الهجوم على صحيفة شارلي إبدو، كما قضت الشرطة أيضا على مسلح ثالث زميلا لكواتشي احتجز رهائن بمتجر يهودي، في حين غادر مشتبه فيه رابع وهو فتاة تدعى حياة بومدين فرنسا بحسب رويترز،
في كانون الثاني الحالي متوجهة إلى سوريا عبر تركيا. وفي حصيلة هذه الأحداث التي قضى فيها 20 شخصا بينهم 3 عناصر من الشرطة، عقد أعضاء بارزون في الحكومة الفرنسية اجتماعا طارئا لاتخاذ قرار في شأن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تجنب تكرار الهجمات الإرهابية على البلاد. وأكد المجتمعون أن الأسابيع المقبلة ستشهد خطة جديدة لمكافحة الإرهاب، وقد رفعت الإجراءات الأمنية إلى أعلى مستوى على أن تعزز إثر الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة. إننا معرضون لمخاطر على ضوء الوضع الحالي، ومن المهم بالتالي تعزيز الخطة التي رفعت في منطقة إيل دو فرانس والتي أدت إلى اتخاذ تدابير خاصة في باقي أنحاء البلاد خلال الأسابيع المقبلة. وقد توافد المواطنون إلى مقال شارلي إبدو لتقديم الدعم ووضع الورد أمام المبنى. لم أتأثر بهذا الهجوم مباشرة، إنما تأثرت معنويا ونفسيا كثيرا. أتمنى أن يتضامن الناس معنا لاتخاذ أي تدبير يمنع الجنون بين البشر كالذي حدث أمام الصحيفة الساخرة. وفي مؤتمر صحفي تحدث شقيق أحد الشرطيين 3 الذين قتلوا في الهجوم، فقال: شقيقي أحمد مرابي فرنسي من أصول جزائرية ومسلم، وكان فخورا بعمله في الشرطة الفرنسية لحماية القيم الفرنسية، ولا سيما الحرية والمساواة والأخوة. Je m'adresse maintenant à tous les racistes, islamophobes et antisémites. أتوجه إلى العنصريين ومن لديه إرهاب من الإسلام، عليكم لا تخلطوا بين المتشددين والأصوليين والمسلمين، فالمجانين لا لون لهم ولا دين. ومن المقرر أن يشارك زعماء أوروبا في تظاهرة الوحدة ضد الإرهاب في باريس الأحد، وستسير إلى جانب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وقادة الأحزاب الفرنسية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وبلجيكا ورئيس الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في وقت حذرت الولايات المتحدة رعاياها من خطر الاعتداءات في أي مكان في العالم بعد الاعتداءات الدموية التي وقعت في فرنسا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في مذكرة إن المعلومات الحالية تشير إلى أن تنظيم داعش والمنظمات التابعة له ومجموعات إرهابية أخرى تخطط لشن هجمات إرهابية على مصالح أمريكية وغربية في أوروبا وفي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. تبنى تنظيم القاعدة في اليمن الهجوم على مقر صحيفة شارلي إبدو الفرنسية، وذلك في تسجيل صوتي حمل شعار مؤسسة الملاحم المحسوبة عليه. وأشاد التسجيل بالمنفذين داعيا الفرنسيين إلى الكف عن محاربة المسلمين. وجاء التسجيل بصوت الشيخ حارث النظاري وهو المسؤول الشرعي في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. إن فرنسا اليوم من أئمة الكفر، تسب الأنبياء وتطعن في الدين وتقاتل المؤمنين، ولا رادع لها إلا ما حكم الله فيها، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. أيها الفرنسيون، إلى متى تحاربون الله ورسوله؟ إن تسلموا فهو خير لكم. يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أيها الفرنسيون، إنه أولى بكم أن تكفوا عدوانكم عن المسلمين لعلكم تحيون في أمان، فإن أبيتم إلا الحرب فأبشروا، فوالله لن تنعموا بالأمن ما دمتم تحاربون الله ورسوله وتقاتلون المؤمنين. وكان لافتا تهديد المسؤول الشرعي في قاعدة الجهاد في جزيرة العرب اليمني حارث النظاري فرنسا بهجمات جديدة في شريط فيديو. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هو حارث النظاري؟ هذا الرجل كان أحد أعضاء التجمع اليمني للإصلاح الذي يتزعمه عبد المجيد الزنداني، وعمل مسؤولاً لاستقطاب المراهقين في التجمع الإخواني في اليمن،
وكان ظهور النظاري وهو خريج جامعة الإيمان الزندانية في مدينة القطن اليمنية مع القيادي القاعدي أبو حمزة الزنجباري عقب اقتحام القاعدة للمدينة في أغسطس عام 2014. يوم ذاك أغرقت مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بالنقد الموجه إلى حزب الإصلاح الذراع السياسي للإخوان في اليمن، واتهموا حزب الإصلاح بأنه مصنع للعناصر الإرهابية التي تقاتل في صفوف القاعدة. فهم النزاع من القبائل، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس. ولتأكيد بيعته واحتلاله منصبا قياديا في صفوف قاعدة جزيرة العرب أنصار الشريعة، وجه حارث النظاري انتقادات لأبي بكر البغدادي الذي نصب نفسه خليفة للمسلمين. ورأى النظاري أن الأمر غير شرعي حيث لم يستشر أهل الحل والعقد، كما أن خلافته ليست شاملة على عموم المسلمين بل على جماعته فقط. لم يخفي النظاري تجنب أنصار الشريعة الحديث عن الاقتتال المستمر بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة، مؤكدا عدم اصطفاف قاعدة اليمن إلى جانب أي طرف في سوريا على حساب الآخر. ماريا مولودة أخرى ترى النور بغياب والدها العسكري المخطوف إبراهيم مغيط. استقبلت عائلة العسكري المخطوف إبراهيم مغيط لدى الجماعات الإرهابية في جرود عرسال نبأ ولادة ابنته ماريا بعملية قيصرية في المستشفى الإسلامي طرابلس. الحزن كان سيد الموقف في المستشفى، حيث بكت الأم ريم لغياب والد ابنتها القصري، وأبدت العائلة خوفها على مصير ابنها آملة بحل سريع لملف المخطوفين. سبب تقاعس دولة ما قدرت تجيب لها بيا لها الطفلة ليشوفها أول ما عم تخلق، وهذا ما ذنبه شيء، هذا كان عسكري بالجيش، كان ذنبه انه عم يحمي حدود لبنان. كل شخص قادر يشتغل بهالملف باسرع وقت ممكن، باسرع شيء يعني، لحتى يخلص الملف هيدا ويرجعوا العسكري الاسرى لاهله ولبيته ولاولادهم. ومريم غيط هي المولوده الثالثه التي ترى النور بغياب والدها الاسير بعد اندرو ابن العسكري المخطوف جورج خوري ومحمد ابن العسكري المخطوف عباس مشيك. فصل جديد من فصول بيع المشاعات العامة في جبل المنصورة في عكار. تتوالى الشكاوى من قبل المواطنين المتضررين من بيع المشاعات التابعة لبلداتهم إلى مواطنين من خارج مناطقهم. وكشف في هذا الإطار أهالي قرية جبل المنصورة العكارية الواقعة بين بلدات شدرة مشت حسن ومشت حمود عن عملية بيع لأراضي المشاع من قبل المدعو محمد حسين ترسم من بلدة مشت حمود، مؤكدين أنه يملك 400 دونم ورثها عن والده، فيما زادت مساحة العقارات التي باعها حتى اليوم عن 700 دونم. راح نخلي أي مخلوق كان يشتري بها المشاع، لا من قريب ولا من بعيد ولا من أي بلدية، بنسمح لأي بلدية اللي كان تحط إيدها على هالمشاع، ونحن واقفين للنهاية. إذا الدولة ما حطت إيدها على هالموضوع ونهت هالموضوع، نحن رح نضل واقفين بوجه الدولة بوجه الدرك بوجه أي شيء، لأنه المحكمة في محاكم عم تتسيس. نحن قدمنا دعوة، بيردوا الدعوة ما بيخبرونا أنه ردوا الدعوة، ولا بيخبروا المحامي أنه ردينا الدعوة. كل ما يصير عندنا مختار، نحن كانت البلديات عم تتحرك ضده، عمل تسوية مع البلديات، هو مع البلديات الثلاثة شدرة ومشت حسن ومشت حمود، عمل تسويات وتنازلوا له عن المشاع، وهذا المشاع للدولة، ونحن بنناشد وزير المالية يتحرك ويحرك القضاء بالنسبة لهالموضوع هيدا، لأنه إذا استمر البيع حيصير مشاكل كتير بالمنطقة هون. يجي واحد غريب يقعد حد بيتي ويحط ما عمله من مضطر، بدك تبيع مالك مضطر، انت تبيع مالك، الدولة انت تبيع، تيجي الدولة تحلها أفضل من أن نحلها بطريقتنا. أكثر من هيك ما في نحكي. لكن شو ما أرضين نحن، أنا بيتي هون بعرف أهلي شو هني، بيجي واحد غريب ما بعرف منو يجي يحدد كيف المنطقة، هذا في دولة تيجي تحلها هي هون، تاخذها الدولة على راسي من عائلي، بس هو ياخذ لا ما بيل بيوتنا، وقفنا بطريقه ونحن بنناشد مين من كان بهالدولة، وأكثر شيء الوزير علي حسن خليل، نترجاه نحن نقعد ترجي أحسن ما يصير مشاكل بالمنطقة، ونحن عشاير هون يعني، إذا صارت بيني وبينه يعني اخر شيء بتوصل لقتل بيني وبينه يعني، انا ما بخليه يجي هون يملك ارض ما له ارضه هي. وحذر اهالي بلده جبل المنصوره التي تضم حوالي 500 نسمه من مغبه الاستمرار في هذه المساله من دون محاسبه، مشيرين الى وجود عمليات تزوير حصلت في هذا الملف. كان في النشره تفجيران انتحاريان في مقهى في جبل محسن في طرابلس يوقعان عشرات الشهداء والجرحى.
جبهة النصرة تتبنى الانتحاريين طه خيال وبلال إبراهيم، وعائلة طه الخيال تتبرأ منه. نحن ضد أي إنسان بينزل بهالطريقة. ورفعت عيد للجديد. في توقيت مشبوه جدا. كان هذا كل شيء حتى الساعة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.